the winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. إذا كنت تستعد لكسب قضية كبيرة فعليك إذن بمحام داهية. فقبل 12 عاماً وأكثر كانت قضية قطر الكبرى هي الفوز بتنظيم مونديال 2022، وكانت أركان القضية معقدة في مواجهة خصوم لديهم دلائل وبراهين تدعم حججهم لفوز حتمي بأصوات هيئة المحلفين في كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم. ولذلك فإن قطر استدعت أفضل فريق دفاع لديها مع ملف محكم الأركان لإقناع العالم بأحقيتها في تغيير مسار تاريخ كأس العالم ونقلها للشرق الأوسط. It is the right place. The Middle East is the right place. We represent the Middle East. It is a Middle Eastern World Cup, so it is the right place. The Middle East deserves to host a World Cup, deserves to host a major tournament. في 2 ديسمبر 2010 أصدر كونغرس الفيفا حكمه بفوز قطر بحق تنظيم المونديال، فكان الأمر صادما للقوة الخاسرة. كيف صوت الكونغرس لملف قطر على حساب الولايات المتحدة ذو الإمكانات الهائلة، أو أستراليا القارة المترامية، أو اليابان المتطورة؟ الإجابة ليست سراً، فقط ابحث في أسماء فريق الدفاع القطري الذي قاده الشيخ محمد بن حمد آل ثاني لتجد أن بين صفوفه محام بارع نجح في صياغة البراهين والدوافع المقنعة. والإقناع فن وموهبة تنمو في بيئة من الهدوء والسكينة، والهدوء يعني الثقة، والسكينة نتاجها. ولذلك لا تحتاج للبحث كثيراً عن شخصية هذا المحامي الداهية الذي ساهم مع فريق متكامل بتحويل الحلم إلى حقيقة واقعة. هو اليوم أمين اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهو حامل الأسرار وحامل الأختام. صفاته المتعددة وخبراته المتراكمة بين القانون والاقتصاد وضعته ضمن قائمة قطرية خالدة. هدوءه في مواجهة حملات التشكيك لا زال يستفز المغرضين. هو أفوكاتو من طراز رفيع ولسان قطر المتين. لم يساوره الشك يوما بالنجاح، فالشك مفردة بائسة في معجم الواثقين، ولذلك كان متأكدا دائما من كسب قضية استضافة المونديال. نظراته عقب انتهاء الكونغرس من التصويت أجابت على كل التساؤلات. لماذا كسبت قطر قضيتها العادلة؟ تصدياته لكل التهم والتلفيق التي خلقتها واختلقتها الأفواه الحقدة تتكرس في الذاكرة صوراً مركبة. I believe, if I'm not mistaken, Harry specifically said that he's looking into it. He knows that there's progress that's been made, and I think, if I'm not mistaken, that he's educating themselves, or the England players are educating themselves. يملك رؤية واضحة لا تشوبها شائبة. إلى أين سينتهي مونديال قطر؟ So let me ask the first question, and raise your hands to answer the question. When will Qatar host the World Cup? 2022, huh? Okay, wait. 2022. فهو مقتنع بأن مونديال قطر سيكون بداية مفهوم جديد للبطولات المقبلة. قناعاته المتطورة وقود أفكاره التي تثب فوق جمود القواعد الثابتة، ولذلك كان الرجل الثالث ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية مؤثرة. والثابت وسط كل هذه المؤثرات أن قطر كسبت قضيتها لأنها تملك محام داهية اسمه في سجل البارعين حسن الذوادي، وعنوانه للسائلين الدوحة الغاليات.